يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أهلا أهلا، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو فاتم الصحة والعافية. البنات العداء والعداء العداء والعداء والعداء على قصة، وانا هري البنات انا بعدا ما لقيت ما نقول، عافاكم البنات سمعوا ليها بالتمعن ونصحوا هاد السيدة الله يجازيكم بخير، حيث انا والله ليلة تعصبت من هاد الشي اللي كنسمع. دابا عافاكم عاونوني الله يعطيكم الخير ويلا نسمعوا القصة ديال اليوم، ولكن عافاكم ما تنسونيش من الدعم ديالكم، جيموكم ونطري الكبيدات ديالي، راني كنحبكم وكنحمق عليكم. السلام عليكم، معكم جليلة والعمر ديالي 33 سنة. اليوم جيت نعاود لكم حكايتي مع راجلي ونقول لكم شنو شفت عليه النهار اللي تخبعت ليه في البلاكار، ونقول لكم شنو شفت ولي درتو فيه جاب ليه ما يبقاش. المهم غادي نعاود لكم عليا من الاول. تزاديت وكبرت وسط عائلة على قد الحال، عندي جوج خوتي دراري كبروا مني واختي صغر مني، الاب ديالي خضار ومي ربات بيت، كبرنا وسط عائلة اللي عصابية وبزاف، بالخصوص خوتي الدراري كانوا صعبين معانا، هما من داك النوع اللي كيرد الهضره وما كانوش كيحترموا لا الاب ديالي ولا امي. كان واحد خويا مسخوط كيف ما كيقولوا مسخوط باه، ديما جايب لينا الصداع والمشاكل في التريبه، ديما مطيح بينا قدام لي سو اللي ما يسواش، كانوا كيعيطوا لي غير الشمكار ديال الحومه، وفين ما كان شي مسخوط بحالو كيمشي عنده. كانوا دايرين فرعون في داك السيكتور هذاك اللي كنا ساكنين فيه، الاب ديالي مسكين كان كيعيا ما يهضر معاه ويرد لي زعما في عقله، ولكن والو خويا الله يرد به بقى تابع صحابو تابع ريو الخاوي، حتى تبلى بالدخان والسكره والحشيش. كل ليله كان كيمشي يسكر ويجي عندنا للدار يضرب حيط بحيط، كيبقى يدق علينا بالجهد. المهم مسكينه كانت حاصله فيه، الا بقات حتى دخلات للدار كيبقى يهرس ليها في المعن وكيقول لي اعطيني كذا وكذا، ولا اليوم نقتلكم ونذبحكم كاملين. ويلا بقات مسكينه حتى خلاته برا كيدير لينا الشوها وكيبقى يضرب بالحجر البيبان ديال الجيران وكيطيح الهضره قدام الناس، ما كيحشم حتى ما يمشي واحد، كلامه كامل كان غير مصنطه لتحت، والجيران كانوا كيصحطوا منه من الخدمه اللي كان كيدير. ديما كانوا الجيران كيمشيو عند الوالد ويتبراو ليه من خويا، ما حنا كنا غير كاين وسط الجيران. ايوا الناس منين شافت خويا ما عندهمش العقل وما غاديش يدي الله صافي وهكذا غادي يبقى مصدعون في التريبه، نضو اتفقوا مع اهل الوالد باش يخرج ليهم من الحومه. لكن با مسكين كان تكلم مع مول الدار ورغبو، قال لي اودي غير صبر عليا شويه انا غادي نخرج على الاقل غير ما نقلب فين نمشي، انت راك عارف المدينه كبيره والكره فيها شبه مستحيل، وعندي بنيات صغارات وما عنديش فين غادي نمشي بيهم وما غاديش يمكن لي نخرج قبل ما نلقى فين نسكن، صبر عليا على ما نلقى شي دار. مول الدار مسكين معاه كان كيحشم من الوالد وكيوقرو ما رجعهاليش في وجهه، قال لي واخا صافي غادي نعطيك المهله ديال 6 شهور حتى تخرج على خاطرك. الوالد مسكين فرح وعجبو الحال حيت المده اللي عطانا كانت زوينه بزاف، ولكن مع الاسف الشديد خويا غادي يدير لينا واحد الشوا في الحومه لدرجه تخرجنا منها من السيمانه الاولى. كان واحد النهار ضربها بواحد السكره في عز الدور، نض خوتي دخل على واحد المراه جارتنا، هاد السيده مزوجه وبراجلها وبولادها، يعلم الله شنو قال ليه راسو بغيت تعدي عليها ولا ما نعرفت، مع كان فقد الوعي وكامي شي حاجه وما كانش حاس براسو. السيد دخل عند ديك المراه للدار في عز النهار وبغيت تبسل عليها، هو غير شافته عمر معها الدار بقات كتغوت وكتجري عليه، هو بغى زعما يطيح الارض ويتعدى عليها، دفع اللي دفعها جات طيحه سخفت تحت الارض. بنتها كانت في البيت غير شافت ديك الحاله الام ديالها طاحت خافت، خرجت بالزربه كتغوت برا تقوم ماما تقوم ماما فلان قتلها. الجيران سمعوا تجمعوا عليها، منين دخلوا لقاو خويا غادي يتعدى عليها وكيتقرب منها وهي سخفانه. ايوا تما خرجوه قدام الناس وبقاو كيرجموه بالحجر. ايوا دار لينا واحد الشوهه ما بعدها شوهه، عمرنا غادي ننساو حياتنا كامله. صافي ديك الساعه الوالد ما لقى فين يدير وجهه قدام الناس، نغض هزنا خرجنا مشينا برحيل ديالنا للعروبيه، كنا مشينا لدار جدي. اما داك خويا شدو الجيران كتو داوه للبوليس، الاب ديالي قال لهم منكم ليه تسمحوا لي سمحوا لي تديو يتربى منو سبقو. فعلا هما نضو دخلوا الحبس بتهمه هذاك العارض والاغتصاب والضرب والجرح، وبصراحه يستاهل الحبس حياته كامله خويا الصراحة، يستاهل يدوزها في الحبس، وكان شادها فيه ماشي راجل شماتة وتلعق ليه الترابي. السيد فايت عنده 21 سنة وكيدير المنكر. إوا يا خواتاتي كان تحكم وتشد في الحبس،
اما حنا بقينا في العربيه واحد المده لما الاب ديالي شاف لينا واحد السفريه كره علينا ومشينا نزلنا للمدينه. كنا لبدنا المدينه كامله. حنا زينا انتقال المدرسه ورجعنا كنقراو. ديك الساعه كانت حياتنا عاديه حيت خويا اللي كان كيسبب لينا المشاكل كان في الحبس وما بقاش كيجبد لينا الصداع، بقى غير خويا اللي صغر منه. هذاك على الاقل كان كيبعد وما كيديرش المشاكل في الحومه ديالنا. صافي البنات بقيت كنقرا غير وصلت للكاتريم وانا نخرج من المدرسه. خويا اللي كبر مني هو اللي ما بغاش يخليني نقرا، وكان حط عليا الا خرج من الدار كيتبعني، الا مشيت لليسي كيتبعني، والا غير طلعت من الشرجم كنلقى حط عليا. كان كيقول لي والله بقيت حتى شفت عليك شي حاجه ما هيش ندير لك ونفعل لك ونترك لك، وكنقسم لك بالله حتى نقطعك طرف طرف. ايوا كيبقى يتهدى عليا. انا اصلا من الاساس ما كنتش كندير شي حاجه اللي خايبه، من صغري كنت حاطه الراس، ما كنخبش ما كنلبش، داخله سوق راسي. بالخصوص ملي خرجت من المدرسه وبقيت كنصرف في الدار، كنت شاده تقالي ما كنخرج ما كندرج، حدني حد دارنا. حتى منين كنقنطو كنبغيو نخرجو انا واختي كانت امي هي اللي كتخرجنا معاها، كنمشيو للسوق ولا لواحد الشريده كنجلسو فيها كنبدلو الجو وكنرجعو للدار ديالنا. الحمد لله على الاقل الاب ديالي خرجوا ليه البنات حسن الدراري، هو اللي كان كيقولها للام ديالي دائما ملي كان كيجبد الهضره على خوتي كيقول ليها والله فلانه الا بناتي خرجوا حسن الدراري. تبارك الله ظريفات وزوينات وحط الراس ومؤدبات باش بحال المساخط اللي خرجوا عليا وضحكوا فيا الناس. ما كانت كتقول لي وهذا ما عطى الله الحمد لله على كل شيء. فعلا انا واختي كنا حاطين راسنا السمع والطاعه، كنتعاملوا مع الوالدين ديالنا مزيان ومربيات ومتخلقات، عارفين اللي علينا واللي ماشي علينا. راكم عارفين الكرش كتجيب الصباغ والدباغ، النفوس ماشي كيف كيف. المهم هي هذيك بقيت عايشه مع الاهل ديالي عادي بحال اي بنت وسط الوالدين ديالها. من بعد ما درت في العمر ديالي 19 سنه تما بداو كيجيو فيا الخطاب. اول راجل غادي يخطبني كيسكن في العروبيه. واحد المره عمتي كان عندها العرس طلعنا عندهم حيت جدي ساكن في العروبيه. كنت انا وامي مشينا باش نتعاونوا معاهم، وراكم عارفين العراسات ديال العروبيه كتكون فيهم تماره وبزاف. كان جا عندنا واحد عمي مشي 5 ايام قبل العرس، مشينا غسلنا معاهم القمح نقيناه طحناه كذلك وجدنا المسمن شطبناه نفضناه، راكم عارفين تماره كيفاش كتكون وخصوصا ديال العروبيه. انا الحمد لله ما تعلمت من مامتي غير التماره والشقه، عزيز عليا الشقه ونجمع حتى يعني على الطراف. داز العرس وكل شيء داز هو هذاك العرس ديال هاد عمتي، كانوا شافوني الجيران ديال دار جدي حماقوا عليا، داك العرس كامل هما حاطين عليا، قد ما انا كنشقى هما رامين عليا العين. داك العرس نيت غادي يهضروا مع جدي على حسابي، ولكن جدي قال لهم اودي هاد الهضره ماشي دابا وقتها، خلي دوز الصديقه ديال بنتي وديك الساعه يكون خير. قالوا لي واخا ما قلتي عيب. انا ديك الساعه ما كان عندي خبر لا انا ولا الاهل ديالي، بحكم حنا غير دوزنا العرس جمعنا معاهم تماره مشينا بحالنا للمدينه. بقينا عادي واحد الشهر بالحساب حتى لواحد النهار ويجي عندنا جدي للمدينه. هاد جدي ما كينزل للمدينه الا للضرورات القصوى، حتى الا كانت شي حاجه اللي مهمه. هو ما كيثقش في عمامي باش يخليهم يقابلوا من موراه الارض، كان واقف على رزقه بيدو وما كيبعد لا دارو ولا ارضو الا للضروره. حنا ملي شفنا جاتنا عرفنا بلي شي حاجه اللي مهمه جابتو حتى للمدينه، ولكن بيني وبينكم ما كنتش كنعتقد بلي جدي غادي يجي على قبلي ويقول الاب ديالي زوجني لولد الجيران ديالهم اللي في العربيه. ملي سمعت حس الزوج فرحت، قلت مع راسي نمشي نتوكل على الله ونتزوج. ولكن ملي عرفت هذا الراجل باغي يتزوج بيا ساكن في العربيه وعندهم تكرفيس وتماره ما بغيتش ورفضت. واخا كنت رفضت قلت لهم ما بغيتش، جدي قال لي لا انت غتزوجي وتعمري على راسك، ومادام هاد الناس دقوا بابنا وطلبوك الزواج حنا ما خاصناش نرفضوهم ولا نرجعوها في وجوههم. الوالد ديك الساعه ما هضر ما نطق على الكلمه الاولى والاخره ديال جدي. قال له الوالد هادي بنتك قبل ما تكون بنتي، ودابا اللي بان لك ديرو، الا شتي هاد الناس يستاهلوا فلانة مرحبا ونهار كبير هذا. جدي قال لها ودي الناس ما فيهم ما يتعب، غير بنتك خاصها تكون مرا ودير عقلها، وإلا تزوجت تشد فتادة ما تحشمش بيا قدام الناس ديال القبيله. الوالد قال ليه كون هاني با من هاد الناحيه بلا ما نشكرها لك، فلانة راها بنت الناس وبعقلها ومربيه وما فيها ما يتعب، الا جات السكات هي مولاتو، والا جات الدراع بلا ما نقول لك عليه. جدي قال له والله يرضي عليها خلي غير الشما يدير خوتها طلعوا جنس ناقص. المهم صافي جدي دار الهضره في راسنا مشى للعروبيه. بقينا واحد السيمانه وما يجيو الناس باش يخطبوني، وانا يا البنات ما ارتحيتش لهداك خينا وما بغيتوش وما حملتش فيه الشعره، ما قبلتو ما حملتو، ولكن ما كان عندي ما ندير من غير نضرب الطم ونسكت، حيت جدي دخل في المعمعه هو اللي فرض عليا هاد الزواج وقال لي خاصك تزوجي بالسيف عليك وماشي لخاطرك. ايوا داكشي اللي درت حتى انا قبلت نتزوج. هما كانوا جاوا باش يتفاهموا على الصداق والمسائل الاخرى.
الحمد لله ما تفهموش مع جدي في الثمن ديال الصداق، رغم ان هاد الامور ديال الصداق الناس ما كتغنشهم وما كيتناقشوش عليهم، ولكن في الخطوبه ديالي داروا فضيحه بشهوده، تحلفوا عليهم غادي يبيعوا شي بقره والده ماشي غادي يزوجوا المراه. جدي كيطلب فيا ثمن، الناس عطاوني ثمن. ناري اخواتي ديك الليله شحال بكيت وبقى فيا الحال وبزاف، حسيت براسي بحال شي بقره واقفه في وسط السوق ديال الكسابه وكتتبع وكتشرى، بالخصوص من عمي قال له زيدنا 1000 درهم ونده الله يسخر. ديك الساعه طاحت ليا يدي ما رجلي، بقيت كندعي الله باش زعما ما تمشاش ديك الخطوبه على خير. قلت كيفاش زيدها 1000 درهم وصير الله يسخر، واش انا بشر ولا بكر باش يتزيدوا في الحساب عليا؟ شي كيقول له زيد، شي كيقول له بركه عليها. كرهت راسي في ديك اللحظه، ولكن الحمد لله هما ما تفهموش في التالي الثمن ديال الصداق. صافي جدي قال لهم والله بنت ولدي لا دخلت عندكم بالقد والقد، كانوا عطاوني 3000 درهم دخل فيها الدفوع وكل شيء. جدي ما بغاش حيت هما ناس لاباس عليهم، عندهم الرزق وعندهم البلاد والزيتون والمقرب هايل، وبغاو ياكلوني في صداقي ديالاش ديال 3000 درهم، اشنو عندها ما دير ليا؟ صافي نقدروا نقولوا ربي دار ليا سبب باش ما تمشاش ديك الخطوبه على خير. فرحت وحمدت الله وشكرته. بقيت في دار الوالدين ديالي واحد المده، فديك المده خويا الكبير كان خرج من الحبس، جا كيقلب علينا حتى لقانو. مني جا الاب ديالي جرى عليه وما خلاهش يدخل للدار، هي فيه قال لي الوالد غير خليني ندخل انا عفا عليا الله، وما بقيتش كندير المشاكل. وانا راني حكا رجعت واحد اخر، غير ثق بيا هاد المره غادي نعجبك. الوالد ما ثقش فيه وقال لي ولدي الا كنتي رجعتي واحد اخر ما بقيتيش كيف كنتي، نوض هز عليا قلوعك وقلب فين تعيش، ما عندي ما ندير بك، الا زيانيتي غادي تزيان راسك ماشي ليا انايا. خويا حط راسو رجع مشى، كان مشى بدل المدينه وما بقاش كيجي عندنا مره فاش كيجي صورنا وكيمشي بحالاته. بقى واحد العامين وهو يغبر مره واحده، وسمعنا عليه بحال تشد في الحبس مره اخرى. امي دارت مسكينه المستحيل باش تقنع الوالد تمشي عند خويا للحبس وتطلع عليه، ولكن ما بغاش وقال ليها يا انا يا هو، بغيتي ولدك سيري عنده الله يطليك به. اب ديالي كان هارب بلي خويا واحد غير مسؤول، واخا يدخل الحبس حياته كامله ما غاديش يبدل من الطبع ديالو، وكيف ما كيقولوا عمر الشيخه تنسى هزت الكتف. المهم هي هذيك خويا ما بقاش رجع عندنا، بقينا واحد المده وانا نتعرف على واحد خينا. هاد السيد كان تلاقاني غير بالصدفه واحد المره، كنت مشيت انا واختي للحمام، تحمحمنا وجينا راجعين بحالاتنا، هو يتلاقانا بقى تابع فينا كيزعق علينا من هنا ليه. قال لينا بصحتكم الحمام الحمامات، حطيت راسي وجيت غاديه. اما اختي شافتي قالت ليه اي والله يعطيك الصحه ويعطيك الحمام، اشقت ليه وبغى يهضر معاها. قال لي واش ممكن نهضر معاك؟ هي جات توقف وانا نغصها. قلت لها زيدي قدامي، واش داك تتهضري ولا توقفي معاه؟ قلت لي ما فيها والو اختي. السيد قال لي بصحتك الحمام رجعتي لي يعطيك الصحه، اشنو فيها؟ قلت لها زيدي قدامي وسكتي، راهي شفنا من الحوز ديال خوك ويجي يوريك بالصحه كيفاش دايره. هذاك خينا شاف فيا وقال لي مالك يا قاصح مع راسك، خلينا نهضروا معاك الزين. درت فيه دوره د الزمان، قلت لي سير تلعب مع كرانك وبركه من اللعب الباسل. رجعتو مقابلين غير الحضيه، كضلوا النهار ومطر وانتم واقفين في الحيوطه حاضين العزبه والمزوجه، ما بقيتو كتحترموا حتى واحد. درت فيه مشينا بحالاتنا، بقى تابع فينا ما بغاش يتفك منا، مشى حتى وصلنا حتى للدار. ديك الساعه كنت كنطلب الله ما يشوفوش خويا ولا الوالد ويدير فيه شرع، يدير فيه شرع، يديروا فيه شرع يديهم، مع حتى هو كان كيبان ليا مسالي مع قبو ما عنده صلاح. كنت قلت اختي هاد بنادم راه كيقلب على شي منتف، بصينا على ربي الحبيب باين فيه وجه الحبس، الله يحفظ اختي مع الله يستر. قالت لي لا واه فلانه علاش كتقولي هكذا؟ مالكي كتحكمي على بنادم بلا ما تعرفيه؟ قلت لها راه اختي بنادم باين غير من الشوفه ديالو، وهاد خينا باينه مسالي مع راسو. قالت لي والله يرد بيه. المهم صافي ما درنا فلوسنا ما يتعاود، ولكن غادي نتفاجئ بالسيد رجع كيجي عندنا اللحومه ديالنا بشكل يومي، كل نهار في واحد الوقت معين كيجي اللحومه وكيبقى مراقب باب ظهرنا. ملي شفتو النهار الاول الثاني الثالث عرفتو كيجي على وديتي انايا وعلى وديت اختي كذلك. كنت كنقول مع راسي باينه هو عجباتو اختي حيت هي صغيره وزوينه، ولكن الراجل لا كان كيجي على ودي انايا. واللي ياكد لي هذا الشيء كامل هما الاهل ديالو منين غادي يجيو عندنا باش يخطبوني. هو نيت لي جابو عندنا واحد النهار حنا كاسين كنتغداو ما بينا ما علينا مع داك جويه الجوج ديال النهار، حتى كنسمعو التقرقيق في الباب. نهار اختي فتحت الباب قالوا لي طلبي نضيف الله، دخلتهم لداخل حنا ما عندنا خبر عليهم، حتى كنلقاو الناس عمرو معنا وسط الدار. قال لك اسيدي جاو يشركو معنا الملحه والطعام. ايوا امي منات مسكينه كترحب بيهم، قالت لهم مرحبا ونهار كبير هذا. دخلناهم للصالون، دخلنا عندهم ديك الساعه وغادي نعرفوهم شكون هما وعلاش جايين. قالوا لينا هما جايين طالبين من القرب لولدهم وباغيين يتناسبوا معانا.
وما رحبت بهم عطاتهم الصوب. انا واختي ديك الساعه عرفنا بلي السيدي كان ديك المره كيزعق لينا هو اللي صيفط الاهل ديالو باش يخطبوا لي، ولكن ما كناش عارفين شكون فينا، واش انا ولا اختي الصغيره. بيني وبينكم كنت كنعتقد هما باغيين اختي، ولكن في الاخر الام ديالو قالت للوالده حنا جينا على ودي البنت كبيره، ولدي راه باغي الكبيره. ديك الساعه فرحت وطرت للسما، قلت مادام هو باغيني اذا عجبتو انا، واذا كان كيجي الحومه ديالنا على وديتي انا. المهم فرحت بيهم، امي كانت قالت لهم خليو لينا شويه ديال الوقت نتشاوروا مع البنت وبا، ومن بعد ردوا ليكم باش كاين. قالوا لي واخا ما قلتي حتى شي عيب ان شاء الله. نوضوا مشاو بحالاتهم، قبل ما يمشيو عطاو الام ديالي الرقم التليفون ديال العدوزه باش الا كانت شي حاجه نردو عليهم. منين جا الاب ديالي للدار قالتها ليه امي، قال لي هو يجيو الرجال ويهضروا معنا ويكون خير. جاو عندي استشروا معايا حتى انايا، قالوا لي واش قبل تزوجي وديري دارك. حطيت راسي ما قلت لهم والو، عرفوني باغا نتزوج. من بعد ايام ملي اتصلت عليهم قالت لهم مرحبا، ولكن قبل اجي وتكلموا مع راجلي تعرفوا عليه ويتعرف عليكم ويكون خير. فعلا داكشي اللي كان، جا الراجل الاب ديالو حتى الام ديالو. ديك الليله تعشاو عندنا، انا الصراحه ما دخلتش عندهم حتى قربوا يمشيو، عاد دخلت سلمت عليهم وخرجت بالزربه. تفاهموا مع الوالد على كلشي. من بعد سيمانه جابوا الخطابه ديالهم جاو كيخطبوا فيا رسميا، حددوا كلشي التاريخ ديال العقد العرس، تفاهموا معنا على كلشي. ايوا تخطبنا، من بعد جاب لي تليفون بقيت كنهضر معاه فيه. هو كان كيبان لي السيد باللي باغيني وحمق عليا، كان كيتعامل معايا زوين بزاف. ملي جمعنا راسنا عقدنا، غير درنا العقد درت العرس ديالي ما طولناش بزاف، كلشي درناه مزروب. الاب ديالي هو اللي ما بغاش يطول في الخطوبه. هما في الاول كانوا تفاهموا مع الاب ديالي يخطبوا في شهر واحد، يديروا عرس حتى شهر ربعة، ولكن الاب ديالي رفض، قال لهم والله الا بقيتوا حتى خطبتوا من عندي البنت ما غاديش نطولوا تاريخ العرس، خطبوا هاد الشهر الشهر اللي موراه هزوا مرتكم والله يسهل عليكم. راجلي بحال ما عجبوش الحال وقال لي لا، علاش باك مزروب، علاش زرب علينا، واش حنا هاربين على هاد العرس، وبلاتي حتى الصيف وهادي وديك. ولكن الاب ديالي ما بغاش، وحتى با قال لي علاش غادي نطولوا حتى الصيف، كلام نسيبك راه على صواب وما قال حتى شي عيب، مادام انت خطبتي البنت وعطاها لك يوجمع راسك ودير العريسيه ديالك وهني السوق وجيب مراتك. ايام يتهرب على ايام يدير في الاعذار باش ياجل التاريخ ديال العرس، ولكن في الاخر حط راسو قال لهم واخا اللي درتوها انا معاكم فيها. ديك الساعه جمعنا ريوسنا عقدت انا وياه، غير عقدنا وجدنا العرس ديالنا، ولكن اخواتاتي في العرس ديالي غادي تنوض واحد سيدي حرب ما نعاود لكمش عليها. ناض خويا ضربها بواحد سيدي سكره حتى تقرع ودار ليا الصداع في العرس. كنهز معاه الموس منين الناس بغات تخرج من القاعه هو يجبد عليهم لمضه، بقى كيتهدى عليهم بالواحد، قال لهم اليوم نقتلكم كاملين. بقى كيغوت ما نعاودش لكم على الشوهه اللي دار لينا داك الليله. والمشكل جدي مسكين مشى باش يهضر معاه حيت كيخاف منه، غير هو وقف باش يهضر معاه هو بقى كيطيح ليه في الهضره وكيسب فيه. جدي ما عجبوش الحال ضربو بواحد الترفيقه وصغن معاه. ايوا هو ناض كيدير لينا في الشوهه، عطا الله الملموس من يدو، بقى كيغوت ويزول في حوايجو يتهدى على جدي باش يضربو. ما نحاولش ليكم على مشكل حطني فيه خويا، شوهني قدام الجيران قدام ناسي وقدام العائله كامله، وكلشي الناس هضرت فينا خايب. اما العريس كان باغي يسمح فيا ويمشي بحالو، غير الام ديالو اللي بقات كتهدن فيه وكترغب فيه. قالت لي حق الولد سكران وماشي لخاطرو، يمكن الدراري سكرو باش يدير الشوهر لختو. ايوا بقات كتسيس معاه وكتهدن فيه باش ما يسمحش فيا. بكيت حتى شبعت، المهم فرحتي ما كملتش حتى للطرف. اما الاب ديالي ملي شاف هذيك الشوهر طلع ليه السكر، طاح مسكين من السما للارض، هزوه داو المستعجلات. اما العرس كمل في البدايه ديالو، صافي ناضت الناس مشات في حالاتها. انا دخلت للدار زولت حوايجي بقيت كنبكي، عدوزتي قالت لي يلاه تمشي معانا، انا ما بغيتش، قلت لهم صافي ما بغيتش نمشي. بقات كتهدن فيا قالت لي انا علاش الشيطانه بنتي ولا راه تمشي لدارك، الناس راه كتسين فينا، بارك علينا غير هاد الشوهه اللي درتو هنايا بلا ما نزيدو نتشوهو مع العائله ديالنا. شنو بغيتي يقولوا الناس علينا ملي نمشيو بالعروس، واش باغي تضحكي فينا الجيران والحباب؟ ايوا رجعت حطيت راسي للارض وما قلت والو. جات امي واحد خالتي قنعوني نمشي لداري، بقيت كنسال الوالد حتى رجع من السبيطار، قال لي بنتي سيري لدارك الله يرضي عليك انا راني لاباس. ايوا رجعت اخوتي حطيت راسي ولبست لاغوب ديالي، هزوني وداوني معاهم، خليت امي فواحد الروينه اللي كانت كبيره وغير كتبكي مسكينه. عرسي رجع شفايا وكاع الناس ضحكت علينا، والسبب هو خويا الله ياخذ فيه الحق، كسرني وشوهني نهار عرسي، ولكن معليش كلشي داز. مشيت عند ناسي استقبلوني مزيان، لقيناهم دايرين ليا تما لبسات العنبريه، فرحوني طلعت ليا واحد الليويله زوينه
واخا هكداك ما كنتش فرحانه وما كنتش مرتاحه نهائيا. دوزنا ديك السهره دخلنا لبيت الزوجيه ديالنا، عجلي غير دخل زول الكوسيم ديالو بتصنفيط وجات تخشى في بلاصتو، بقيت كنشوف فيه. قال لي مالك كتحنززي فيا؟ قلت ليه لا انا ما كنحنزش فيك، علاش غادي نحنزز فيك؟ ولكن غير ما عرفتش وصافي. قال لي شنو اللي ما عرفتيش؟ واش عجباتك الشوه اللي دار لينا خوك هاد الليله؟ بقى كيسبع فيا. قال لي كنت غلط فيكم، يحسب لي بالي ناس. قلت لي شنو كمل؟ قال لي شنو بغيتي نكمل؟ غير الشوه اللي دار لينا خوك هاد الليله بركه عليك. تقلب على اليد الاخرى وسمح فيا وخلاني كنتقلى وكنتشوف فوق الشوايه، حيت ما رضيتش وما عجبنيش الهضره ديالو يقولها لي بديك الطريقه، وحسيت بيه طيح بيا الارض وحفظ عليا. ولكن ما كان عندي ما نقول ليه، فعلا خويا ما دار فيها ما يصلح ودار لينا الشوه. ضرب جدي وسط الاب ديالي المسجلات في النص ديال الليل، ولكن هذا الشيء كامل ما كيعطيش الحق. يقلب عليا وجهو في الليله ديال عرسنا، بقى فيا الحال خوت منه بزاف، ولكن صافي ما درت حتى ردة الفعل. وبقى فيا منه الحال ولكن صافي ما درت حتى شي ردة الفعل، اصلا ما عندي ما ندير. وزدت هضرت معاه غادي يدور فيا ولا ينوض يجري عليا في نص الليل، ما درت والو. زولت لاغو بلبست بيجامة دخلت لبلاصتي نعس. واش من نعس كنت هزة الهم من الاهل ديالي، بقيت كنتقلب حتى طلعت الشمس عاد غمضت عينيا. ما فقت حتى جات مميمتي وجابت لي الغدا ديالي، نط بالزربه لبست قديت وخرجت عندهم. حاولت ما نبين ليهم والو، ايوا قاموا بالواجب ديالهم معايا بحال اي عروسه. كذلك اعتذروا من عدوسي على ديك الشوهه ديال العرس. عدوسي تفهمت الموضوع، قالت لهم اودي ما وقع والو، حنا رحنا نساب وانتوما عفوا، قلت لهم حنا نساب نتوما غطيو علينا وحنا نغطيو عليكم، وهذا الشيء عادي كاع الهراسات كتوقع فيهم صداع والمشاكل. المهم ما قالوا والو، هي هذيك مشاو بحالاتهم. بقيت مع راجلي اللي بقى منفخ عليا سيمانه وهز عليا راسو سيمانه، عاد جا كيتقرب مني وحده صباحي مني. دازت الامور عاديه، كلشي كان مزيان صافي. البنات بديت حياتي مع الزوج ديالي عادي. هذيك الشهرين الاولى كان التعامل ديالو معايا عادي، ما بينه وبين مره كتلقاه كيتهاود معايا وكيضحك وكيتعامل معايا زوين، ومره كتلقاه هاز عليا راسو منفخ وغير كيشوف فيا وكيبدا يصوت غير بوحدو. ولكن من بعد رجع التعامل ديالو معايا بارد وعندو عادي، ما مسوقش ليا نهائيا، وماشي شي واحد اللي كيبغي يعيش حياتو يعبر لك على الحب ديالو، لا ما عندوش صلاح في داكشي كامل. زائد تفكيرو تقليديو بزاف، ماشي من داك النوع اللي كيبغي يخرج ويدور ولا يعرض عليك تاكلي برا ولا يشري لك شي حويجه ويفرحك بها، والو ما عندو غرض وما مسوق حتى شي حاجه وما كيديهاش فيك. وحتى المعامله ديالو معايا كانت ناقصه وما فيهاش شي حاجه كتلفت الانتباه، كيتعامل معايا بحال ختو ولا شي ضيفه عنده وصافي، لا اقل ولا اكثر. مع انا في الاول كنت سكنت مع الاهل ديالو في دار وحده، كان عندي شيخي وعدوسي ناس كبارين معانا، حتى واحد ختو مطلقه. هو كان كيقول لي حقا كنحشم منهم، ما كنبغيش يشوفوني جالس حداك ولا كنهضر معاك. تصوروا مع عمرني سمعتو عيط ليا بالاسم ديالي، منين كيبغي يعيط ليا كيقول لي انت جيبي، انت فينك، انت اري، المهم سميتي ما كينطقش بها. تحلفوا عليه تزوج بيا بالسيف عليه، تحلفوا عليه ما كانش حاملني ولا باغيني، والمشكل هو اللي اختارني وهو اللي تبعني وجا كيخطب فيا. ما نكذبش عليكم، تعاملوا معايا بحال ما كانش ما كايناش انا في هذا الوجود. اما الدار ما كانش كيعمرها نهائيا، منين كيفيق في الصباح كيفطر بالزربه، بعض المرات كيخرج لبرا كيفطر في القهوه، ايوا ما كيرجع حتى ل 12 ديال الليل، كيجي عيان ومهلوب، كيتعشى بالزربه وكيدخل لبيتو. انا ما كنديها ما كيديهاش فيا، كنت كنبغي زعما غير نتجمع معاه ونهضر معاه ويعاود ليا كيف دوز نهارو وفاش خدم وشنو كيدير، حيت خدمتو كانت غير مع الناس وفين ما كان شي بريكول كيخدمو. ولكن هو لا، ما كانش عطيني وقت وما عطينيش اهميه وما كيعاود ليا عليه والو. ملي كنسولو كيقمعني وكيقول لي انا عيان وفيا الناس، حيت غدا فايق بكري خليني الناس ما عندي ليك خاطر. كيتقلب للجهه الاخرى وكيقول لي لا ساليتي تدفع ليا داك الضو راه ضرني في عينيا ونعسي خليني الناس. كيخليني كنشوف فيه ما كنلقى باش نرد عليه، والمشكل غير كيغمض عينو كيمشي، ما كدوش حتى 5 دقائق كتلقاه كيشخر. الراجل كينعس بدمو بارد وما على بالوش بيا انايا، ناسي جلسي بكي ندبي ما مسوقش. صراحه كنت كنتعصب منه من ديك المعامله ديالو ليلي، وكنت كنحس براسي مدلوله، حسبني غير شي خدامه عنده في الدار وصافي. صبني ليه طوي ليه وجدي ليه الماكله راه كي تما، اما حاجه اخرى ما كايناش. بالرغم الصراحه انني زوينه بيضه غليظه شعري رطب زوين انيقه متوله، وحتى انا كنلبس ونتقاد، ولكن السيد ما مسوقش ليا نهائيا.
وحتى ملي كنلبس ونقول ليه فلان كيف جاتني هاد اللبسه، كيقول لي شوف في المرايه انا اش دخلني فيك، كيطلع فيا بنص الشوفه وكيحط عينو للارض ما كيكملهاش فيا، كيخليني كنتقلو كنتشوى غير بوحدي، كان كيبقى فيا الحال بزاف وما كنتش كنبغي نبين ليه شي حاجه ولا ندلل راسي ليه ولا نقول ليه تعامل معايا زوين ولا ديها فيا ولا عطيني وقت. لقيتو مدخلني حتى انا نخلتو، ايوا بقينا بحال هكذا، هو كيجبد الجهه وانا كنجبد الجهه الاخرى. حاجه وحده كانت كتعجبني فيه هي الغيره ديالو ليا، صراحه كان كيغير عليا حتى من الاب ديالو، ديما كيقول لي غطي شعرك في الدار لبسي بيجامات طوال ما تجلسيش حدا الضو، وهما ديري وهما ديريش. انا كانت كتعجبني ديك الغيره اللي فيه، كنقول مادام هو كيغير عليا اذا راه كيبغيني غير خليه على راحته. فعلا كنت مخليه ياخذ راحته بالكامل، بقينا بحال هكذا كالبنات عايشه وسط ناسي. حتى دازت واحد العام وانا نحمل، منين عرفني حملت غادي نولي وليداتو فرح وما قداتو فرحة. كانت المعاملة ديالو معايا صراحة ديك الفترة معاملة مزيانة، قالي فيا كيشري ليا داكشي اللي بغيت ما مضيع ليا حتى شي حاجة. كذلك ملي ولدت طاح وناض تلف وتكلف باش دار ليا العملية في الكلينيك، حيت ولدت بالعملية هو ما كانش ضرب حسابه على وديت العملية، كنت غادي نولد طبيعي، ولكن حتى لاخر لحظه هما يصدمونا وقال لك حقا عندك الوالده مسدوده وانت فاتك وقت الولاده خاصك في 24 ساعه الاخرى تولدي ضروري. صراحه صدمونا بهذا الخبر، ولكن ما كان عندنا ما نديرو، الفلوس اللي كان جامع راجلي على ودي اسبوع دار بيهم العمليه ليا، شي كان عنده وشي كان سلفو من هنا ومن اللي هيه. داني للكلينيك دخلت درت العمليه ولدت ولدي بخير وعلى خير. كنا ديك الساعه اجلنا الاسبوع حتى ارتحيت شويه، وراجلي كذلك جمع شويه ديال الفلوس عاد نص بعنا لولدنا، مع العلم البنات الشيخ ميسور عنده الفلوس تحت منه، ولكن والله ما اعتق راجلي حتى بالريال ولا عطاه باش ينقي سنانو، العكس كان كيطمع فيه هو اللي كان كيطمع فيه هو اللي يصرف على الدار ويجيب المصروف كامل. وبكل صراحه راجلي ماشي ما داك النوع الشحيح ولا القرزاز ما ولا ما يجيبلكش لحاجه، لا هو كيصرف ويجيب اي حاجه بغيناها، ما كيعز فينا والو. المهم هي ديك بقينا عايشين وسط ناسي ساقره في وسط منهم. بعد العام راجلي غادي تبدل عليا وما بقاش كيف ما كان، رجعت علاقتي براجلي زوينه بزاف، رجع كيهتم بيا كيخرجني ما كيضيع ليا والو، وليت طلبتها ليه كيوفرها ليا، ما بقاش كينقص مني وما بقاش عطيني النخال، لا بالعكس رجع التعامل ديالو معايا زوين بزاف، لدرجه الى بالصغير الشغل كينتابه لي وكيقول لي واش شتي هاد اللوين جامعه وجهك وعطاك لمعان في البشره ديالك. المهم رجع مهتم بيا وما كيضيع ليا حتى شي حاجه، الحمد لله حتى من الحاله الماديه ديالنا ترقعت ورجعت حسن من الاول. صافي دخل راجلي شويه الصرف، ملي شاف راسو عنده الفلوس والحركه دايره ما شرا واحد الطوموبيل، انا ما كان كيخلي بيا حتى قنت لا انا لا ولدي. صافي خواتاتي بقينا عايشين حياتنا اللي كانت مستقره وعاديه بحال جميع الناس، 4 سنين وانا هكذاك ما كان خاصني مع حتى شي خير. ديك 4 ديال السنوات كنت زلزلت داري على ناسي، حيت كنوقعوا لينا شي مشاكل مع شيخي، وشيخي هو اللي طلب من راجلي ينزل عليه دارو، قال لي صافي انت درتي لاباس رجعتي كتلعب بالفلوس، نوض هز عليا ولادك الله يعاوننا الله يعاونك وما تبقاش عندي هنا. راجلي ملي شاف الاب ديالو كيجري عليه بحال هكداك ناض هو شاف لينا واحد الدويره قال لك حكا كريتها، ولكن هو في الاصل كان شاريها وكتبها بالاسم الام ديالو، انا ما كان قال لي والو. من بعد عاد غادي نعرف شنو كاين، فرشناها مشينا استقرينا فيها، الحمد لله ما كان خاصني حتى شي حاجه، علاقتي براجلي كانت مزيانه وما خاصني والو. من بعد ما عزلت داري على ناسي حملت بالبنت التحنيه، وكان جاني الحمل خايب وبزاف، كنت كنضل نهار ومطر وانا نعسه ومضروبه على الراس، جاني الوحم بالدوخه والترويعه وما كنتش كنحمل نطيب ولا نشم ريحه الطياب. فداك الوقت نيت غادي نحس براجلي ماشي حتى لتما، السيد عقلو مشغول وديما شاد التليفون كيهضر فيه. الاول كنت كنقول يمكن غير صحابو كدا وهادي، ولكن من بعد دخلني الشك فيه، رجع السيد مبدل عليا وما بقاش كيف ما الاول، ما بقاش عنده غرض فيا لا انا ولا الولد، تقدروا تقولوا رجعت للحاله ديالو، رجع للحاله ديالو الاولى ورجع عطيني النخل وقلب عليا. منين كنهضر معاه كيقول لي حكا مشغول وما عنديش ديك الوقت، حكا ما مسهليش، واش حسابك بالك انا ما عندي ما يتقضى، عندي في راسي 70 طريقه وراني زعما مشغول وكنطر من هنا وكنطر من لهي باش نخدم عليكم ونصرف ونجيب لك ما تاكلي انت ولادك. مع العلم كيقول لي شرك مع صاحبو شي بيعه وشرية وكانوا كيبيعوا في الاجهزه الالكترونيه، ايوا كان كيقول لي انا ما عنديش الوقت ليك وما مساليش وكيقلب عليا، كنت حاسه بيه مبدل عليا بزاف، ولكن كيفاش وعلاش تقلب عليا دغيا دغيا، هادي فاش بقيت حيره بغيت نموت ونتسطى ونعرف هو علاش تقلب عليا، ولكن ما بغاش يقول لي.
ملي جلس كنخمم مع راسي قلت صافي نخليه يعوم بحرو، خليه يهز راسو حتى يشبع، دابا يرجع تاني معايا كيف شحال هادي. فعلا ما ديتهاش فيه وتميت بلاصتي وبالحمل ديالي، كذلك بولدي. بقينا عايشين حياتنا اللي كانت عاديه وما كان خصنا حتى شي حاجه، واخا هو ما بقاش كيف ما كان، ولكن صافي قلت براسو. فعلا بقيت صابره على التجاهل ديالو ليلي حتى ولدت. من بعد الولاده غادي نحس براجلي كثر الدخول والخروج، وكثر الهضره في التليفون، وكثر الزعف كذلك والالتق ديال اليدين. كنت كنحس بيه بحال كيقلب على شي سبه، ديما راجل كيزغ في اليدين في البيبان كنحس بيه ماشي طبيعي. واللي دخل ليا فيه الشك هو التليفون ديالو. واحد المره بالصدفه سمعتو كيهضر في التليفون مع شي واحد وكيقول لهم مراتي في الدار ما نقدرش خلي حتى تمشي للضربه وديك الساعه اجي. انا دخلني الشك، قلت زعما واش راجلي كيخوني ولا شنو؟ لا ما يمكنش، كما هو باغي يجيب شي وحده للدار وانا ما عندي خبر. بقيت كنويلل وكندب، بغيت نحمق وبغيت نهبل. كنت باغا نمشي نواجهو ونعرق ليه بالمزيان، ولكن خفت ينكر ويقول لي عمرش باش ما غلبات. كنت خايفه رجع ليا كلشي حلاسي في راسي ويقول لي انت غير كتخرفي ولا سمعتي بالغلط، اكيد ما غاديش يعترف وما غاديش يقدر يقول لي انا غادي نخونك في قلب دارك. ايوا يا البنات، بقيت كنخمم شنو خاصني ندير وكيفاش نتصرف باش نعرف الحقيقه ديال الراجل المره، شنو خاصني ندير باش نشد الخيانه ديالو. بغيت غير نعرف هو مع من باغي يخوني وشكون هادي اللي غادي تجي لداري في الغياب ديالي. بقيت كنفكر ديك اليومين حتى طلعت ليا السخانه. كل مره كيقول لي فلانه واش ما تمشيش تشوفي الاهل ديالك، فلانه واش ما تمشيش عند باك تزوريه، ما تمشيش عند امك تشوفيها راه حكه مريضه. المهم السيد كان باغي يخرجني من الدار باي طريقه. كنت كنقول ليه واخا صافي ان شاء الله غادي نمشي، فعلا غادي ندير ليه خاطرو غادي نمشي انا وياه للدار عند امي، وهو اللي كان داني برجليه. صافي مشيت عندهم، حطني مشى قال لي انا غادي نمشي للخدمه وبلا ما تسنيني هاد الليله ما غاديش نجي حتى الغدا. قلت ليه واخا صافي ماشي مشكل، مشى يخدم. اما انا خليت ولادي مع امي، قلت ليها امي هانتي عندك وليداتي معك، انا عندي ما يتقضى، وشوفي عندك تمشي تبكي لك البنت وتعيطي على فلان وتقولي البنت كتبكي، راني امي خارجه بلا خبارو، ويلا جاو ما لقانيش قولي لي مشات للفرماسي ولا شي حاجه، المهم راكي تما كدبي عليه حتى نجي. امي هي مسكينه ما تسول فيا، ولكن ما قدرت نقول لها داك الساع والو. لبست لابسي، لبست جلابه ديال اختي، درت النضاضه مشيت بالسربه شديت الطاكسي طلعت للدار، فتحت الباب غير بشويه ما لقيت حتى شي واحد في الدار. ديك الساعه غادي نتخبي ليه فواحد البلاكار ديال الكوزينه، كنت جامعه فيه القراعي ديال الزيت والمعن اللي عندي زايدين. ايوا خويتو بقيت ساقره فيه، كنسين غير امتى كحل ليام يجي للدار ونعرف شنو مخبي عليا. دازت نص ساعه، دازت ساعه هو يرجع للدار، رجع للدار طالع ليه الدم. منين دخل مع الباب هو كيصوت شويه، دخل الكوزينه كيبقش في المعن، غالبا عمر اتاي وجلس على صالامونجي كانت عندي في الكوزينه. بقى يهضر في التليفون، كان كيهضر مع شي جوج بنت وراجل. قال لي غير تلقيني يا صاحبتي واجي دغيا قبل ما ترجع مراتي، وراكي عارفه ما عنديش الوقت وما عنديش كيف ندير ليكم. صافي قال لي قولي لعشيرك حتى هو يجي باش يطرق معايا المسمار. بقيت كنويل وكندم مع بالي، كنقول مع بالي ويلي شنو هاد الشيء، واش زعما هو قلب ليا الدار دعاره ولا شنو؟ شنو كنسمع؟ غادي يجي بصاحبته وصاحب صاحبته للدار؟ لا ما يمكنش. والله يا البنات الا الدنيا دارت بيا. بقيت كناكل في صباح يدي بالفقيس، ما عرفت ما ندير، ما كان عليا غير نبقى حتى نشوف شنو شنو مخبي عليا. بقيت مخبيه في الكوزينه، اما هو مشى للصالون بقى كيهضر في التليفون، وما كنتش كنعرف شنو كيقول ولا مع من كيهضر. الصوت ديالو كان كيوصلني غير بشويه، ما كانش كيهضر بالجهد. زيد عليها ملي نخرج بد الباب ديال الكوزينه ما بقيتش كنسمع، ولكن بقيت ساقره حتى سمعت الدقان. وهنا غادي نعرف القضيه وما فيها، وغادي نفتح السر ديال راجلي ونعرف شنو كاين. ولي شفتو يا الخوت جاب ليا ما يبقاش، ولي سمعتو طيح ليا يدي مع رجلي. شنو غادي نقول لكم يا البنات؟ راجلي ما طلعش كيخوني، لا 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 لا، داكشي كتار من الخيانه وبزاف. الزيت طلع اكبر بزنات واكبر حشيشي، ويا البنات ما توقعتش شكون جا عندي لداري. ولي جا عند راجلي هو خويا الحباس السكيري، ويا البنات خويا ومعاه واحد الشمكاره شاركه معاهم كيبيعو وكيشوف الممنوعات، وراجلي حتى هو شارك معاهم في الضيحه وفي المعصيه. والفضيحه اللي غادي نعرف راجلي مخبي ليا داكشي في الدار، وهي هالبنات تصدمت وتصدمت تصدمت عمري. انا غير سمعت هضرت خويا في الدار في القضيه ما فيها ما تسلك، تسلت غير بشويه حاولت زعما نفجج الباب ديال الكوزينه باش نشوف كلشي بعيني. ناري على صدمت تصدمتها، خفت وتخلعت ولكن ما عرفت ما ندير، ضربت الطم وسكت بقيت جامده في بلاصتي. حتى خليت خويا وديك السيده خرجوا مشاو، وراجلي كذلك دخل الطويط وانا خرج مسلته مشيت طافيه الضو.
ملي مشيت لطلقات امي قلبها خارج عليا، البنت فاقت وما بغاتش تنعس ليها بلا بسوله. ايوا غير انا وصلت وجلست كنردى فيها وراجي جا طلقاني في الدار كنردى بنتي، ولكن عقلي كان مرون عليا اش داني نتجسس عليه حتى نشوف اللي صدمني. صدقت انا عايشه في وسط الممنوعات وما عندي خبر. ناري يا خوتي ناري، تصدمت اقسم بالله الا تصدمت صدمت عمري، ورجعت هزه الهم اكثر من الاول. سيمانه ما نعست ما شفت الراحه، سيمانه ما سديت عينيا ولا كليت فراحتي. كيفاش ندير نرتاح والممنوعات عندي في داري؟ داس عليا بالمزيان، ولكن بقيت كنخمم حتى لقيت الخطه اللي نقد بها راسي ونجيب ليهم ما يبقاش. واحد المره راجلي كان خدام، نط كنخدم خدمتي، بقيت كنقلب على داكشي اللي كاين في الدار. قبضتها كامله كبيتها في الطواليت درت عليها الماء، من بعد منها قلبت الدار قريب رونتها كامله على اساس دخلوا الشفاره ليها وسرقوها. هذاك النهار تفاهمت مع راجلي باش نتغداو عند امي. في الاول وداني عند امي عاد مشى يخدم، ولكن انا رجعت موراه للدار وخدمت خدمتي. قلبت ليه كل شيء، كانت عنده الدار في الدار جوج ديال المليون سرقتهم ليه، رونت ليه كل شيء، هرست الماء هزت المخاط قطعت الخوامين زدت الماريو هزيت دابي على اساس تسرق، هزيت الباب رونت الدار تروان. من بعد منها رجعت عند امي درت راسي ما عندي خبر. ايوا هو جا عندي للدار تغدى معنا عادي، من بعد مشى لدارنا. مني مشى لقى الدار كلها مقلوبه، انا باش نخليه يعتقد الشفاره هما اللي دخلوا ولا شي حد من العصابه هما اللي دخلوا. داك هزيت داكشي كامل هرست اللوكي وفتحت الباب من الجهه ديال الساقطه، ما فتحتهاش بالسوارت. ايوا هو مني القدر بحال هكذاك بغى يحماق، سيت مشات لي السلعه كامله هي قلب ما لقى والو. درت راسي صافي رجعت على الدار على غفله. مني دخلت بقيت كندب وكنويل وكنغوت كنقول ها ويلي على داري، ها ويلي استغفر الله شنو وقع فيها، ها ويلي شنو هادشي. بقيت كنويل وكندب، اما هو قتل راسو. بغيت نعيط للبوليس ولكن ما بغاش، منعني وقال لي ما تعيطي حتى لواحد سكتي وضربي الطم. نط سمع فيا وخرج. بقيت كنجمع الروينه وغادي نطيح في الوراق ديال الدار بالاسم ديال الام ديالو، لقيت راسي مقلوبه عليا القفه. هو شاري الدار وكتباها على ميمتو وانا ما عندي اخبار. بقينا كنجمعو وانا نلقى 4 ديال المليون اخرى هزيتها خبيتها عندي. من بعد كملت الشمي. المهم هو مرض واحد المرضى صغبيه، واحد النهار جا خويا عنده وغادي يتشدوا هو وياه. ما خلاو ما بقاو لبعضياتهم، بغاو يطيحوا الروح بيناتهم. قال لي دابا تعطيني سلعتي ولا نقتلك. انا بقيت كنغوت وكنجري عليه من الدار. شدني ضربني اخويا، شدني ضربني على وجهي، وفي الاخر حلف في راجلي وقال لي والله حتى نشرشمك ونوريك الرجله كيفاش دايره. ومشى بحالاته. اما بركابي ديالي تما غادي يعترف ليا بالحقيقه كامله. قال لي بلي خويا هو اللي سببه في هذا الشيء، هو اللي جا عنده قال لي تخدم معايا، ومعه هو كان محتاج ودخل معاه في الممنوعات، وبقى كيعاود ليا وكيقر ليا بداك الشيء كامل اللي كانوا مخططين ليه. انا ملي نحاول ليا شي حوايج على خويا ما صدقتهمش، باش نقد راجلي من خويا البنات وباش نسول خويا من طريقي. الله يسمح ليا نتبلغت بخويا البوليس وعطيتهم المعلومات عليه، حيت عرفت هو شنو كيخطط. وبلا ما ندق لكم في داك الشيء البوليس داروا الخدمه ديالهم، مشات لقات عليه القبض وتعاد ديك الشمكره اللي ما كانت مع خويا. دازوا في المحكمه تحكموا ب 15 سنه ديال الحبس زائد الغرامه الماليه. راجلي مني شاف خويا تحكم ديك المده خاف وقلق ورجع داخل السوق راسو، ما بقاش كيعلي الراس ورجع خايف من جنابه. اما خويا مشى فيها طول وعرض. تقدروا تلوموني وتقولوا لي بعتي خوك ودخلتيه للحبس على وديت راجلك، ولكن اخواتاتي هذاك الشيء اللي دار خويا مخالف للقانون، وهذاك الشيء ماشي مزيان، ويقدر يمشي فيها ضحايا شباب اللي ما داير لا بيديهم ولا برجليهم. زيد عليها خويا ما كانش غادي يدير شي حاجه اللي مزيانه، داك الشيء اللي كان مخطط ليه خويا ماشي مزيان، ويمكن درت انا غير الصح. ولكن بعض المرات الصراحه كنلوم راسي وكنقول ناري ممتي شنو درت، علاش بلغت على خويا، علاش مشيت كندخلو الحبس، علاش درت فيه هكذا، حيت بقى فيا. وفي نفس الوقت كنقول لا هو كيستاهل، وانا ما درت غير عين الصواب، ما درت حتى شي حاجه اللي غلطه، واللي دار الذنب كيستاهل العقوبه. خويا كبير وما دارش عقله، فايت عنده 48 سنه وما دارش عقله، ما عمر يدير عقله، خرج علينا وعلى حياتنا الله ياخذ فيه الحق. والله البنات ما عرفتوا واش هادشي اللي درتو واش مزيان ولا لا، ما علم حتى واحد ما عرف هذاك الشيء اللي درتو. انايا انا بوحدي اللي عارفه شنو كاين، وانا هي السبب باش تشد هو في الحبس. كذلك راجلي ما عارف بلي انا اللي سرقت ليه الفلوس، وانا اللي زولت ليه داك الشيء كامل ورميته في الطواليط، وانا اللي مور هادشي كامل. ما بغيتش نقول ليه والو، ضربت الصدم وسكت. اما داك الفلوس كل مره كنعطي منها للام ديالي شويه باش ما تعيقش بيا، اما انا ساقره مع راجلي وعايشه، ولكن ما هانياش، ديما كنلوم راسي.
دابا خواتاتي هذه هي القصه ديالي، وبغيت الراي ديالكم فيها. شنو بان ليكم؟ واش انا درت عين الصواب ولا غلطت؟ ولا شنو بان ليكم؟ الا كنت غلطت شنو خاصني ندير باش نصحح الغلط ديالي؟ وكيفاش غادي نتصرف؟ هادشي اللي كاين. شكرا لكم، الله يخليكم، نصحوني وديعوا معايا، راني كندوز بواحد الظروف اللي خايبه بزاف، والله يفرج علينا وعليكم. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وكما مرض على مسامعكم الطيبه. اعزائي عزيزاتي، القصه ديال جليله. جليله يا جليله، راك قلتي يا بامك وقلتي اللي دار الذنب كيستاهل العقوبه. كنظن ان حتى راجلك دار الذنب، راجلك واش كان بريء؟ حتى هو دخل راسو في المعمعه. على اي حال، انا حطيتيني في واحد الموقف خايب وبزاف، ما قدرتش الصراحه ننصحك ولا نقول لك شي حاجه، والله ما عرفت باش غادي ننصحك. ما غاديش نقول لك سيري اعترفي لراجلك، لان شوفي انسان ملي كيدير شويه الفلوس كتصيغ عليه نفسه، ماشي كلشي زعما بطبيعه الحال، ماشي كلشي، الله يهدي النفوس وصافي. مي كاين اغلبيه ديال الناس ملي كيديروا شويه ديال الفلوس كيعجبهم راسهم، كاينو كيدخلوا راسهم في الشبوقات اللي هي بعيده عليهم. فانا الا قلت لك سيري عند راجلك وقولي ليه الحقيقه، رغم انك ما طلبتيش مني او ما طلبتيش هاد النصيحه بهذا الخصوص، وما قلتيش اختي امينه واش شنو بان لك نمشي نقول للراجل الحقيقه. اول حاجه غادي ديري المشاكل لراسك عندك ديريها. ثاني حاجه، الدار اللي داير بالسميه ديال الام ديالو خصك ضروري تشوفي شنو ديري، لان هذيك الدار ديال وليداتك خصك تضمني حقك بطبيعه الحال. بالنسبه للفلوس هما عند امك، ولا سيري افتحي شي كونط في البنكه وحطيهم وكل حق. انا كنت مثلا كنخبي ولا هادي، ونوضي ديري شي مشروع وخدمي انت وياه وبداو من الزيرو. عمي ما قال خالي وسقري وديري عقلك كيف ما كيقولوا، راكي بعقلك الصراحه، ولكن ملي ما بلغتيش تاب راجلك باش يتربى، فما صراحه ما عجبنيش الحال. اخوك ما دار فيها ما يصلح، مشي يتربى، ولكن ترى راجلك راه ما كان داير فيها ما يصلح، حتى هو ماشي بارئ. انتي حيدتي خوك من طريقك باش تعيشي حياتك، كنتي انانيه في هذه القضيه، ولكن راجلك حتى هو ما دار فيها ما يصلح، كان تربى غادي يكون احسن. فما عندي ما نقول لكم من غير الله يصلح الاحوال، والله يدير لي فيها الخير. نخليو نخلي الاخوات، ونخلي هذه المره الاخوات اللي تحملوا المسؤوليه ديال هذه القصه، وينصحوك ويرشدوك ويقولوا لك شنو خصك ديري. هادشي اللي كاين اختي جليله، كنشكرك جزيل الشكر على قصتك وعلى مشاركتك معنا، الحياه ديالك والمشاكل ديالك، والله يجعلنا على قد المسؤوليه يا ربي. كنشكرك بزاف، كنشكر المستمعين الكرام كاملين رجال وعيالات، وكنقول لكم مرحبا بكم برنامج سمح حكايتي، كيرحب بكم جميعا سواء في سرد الحكايات ديالكم، وكذلك في اعطاء النصيحه والاراء ديالكم، تهمني كاملين. وكيف كيقولوا الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه، وكل واحد كيعطي وجهه النظر ديالو الشخصيه، فهذا لا يعني اننا كنفرضوا راسنا على شي حد. كنشكركم بزاف 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 بزاف، تحياتي لكم كاملين، الى ان القاكم استودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.